تزامن هذه الأيام مع الذكرى الثانية لرحيل الإعلامي الكبير كامل البيطار، أحد عمالقة العمل الإذاعي في مصر والوطن العربي. كامل البيطار الذي رحل عن عالمنا في 22 من يوليو 2021، تخرج من كلية الآداب قسم الصحافة بجامعة القاهرة، وكتب في جريدة المساء خلال دراسته بالجامعة، وبدأ رحلته الإعلامية الحافلة في الإذاعة المصرية بصوت العرب من خلال برنامج المسحرات اليوم، والذي تم إذاعته في جميع أنحاء الوطن العربي. وعبر أثير إذاعة صوت العرب قدم العديد من البرامج المميزة، أبرزها ليالي الشرق والرياضة العربية في أسبوع، ودعوة على السحور وما يطلبه العمال، وعدد آخر من البرامج التي تركت أثراً كبيراً لدى المستمع العربي. وكان لكامل البيطار دوراً بارزاً في نقل رسائل إذاعية من مدينة السويس خلال معارك حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973، وكان البيطار واحداً من عشاق نادي الزمالك المعروف بشدة انتمائه للقلعة البيضاء، حيث خدم الكيان في عدة مناصب، أبرزها عضوية مجلس إدارة النادي، كذلك الإشراف على فريق كرة اليد في فترة الثمانينات، وما تحقق خلال هذه الفترة من إنجازات كبيرة على مستوى اللعبة داخل 100 عقبة. الزملكاوي الجميل كامل البيطار، الذي امتلك تاريخاً مشرفاً لمصر في العمل الإذاعي والإعلامي، ومسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات داخل نادي الزمالك، لن ننساك أبداً.